السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. النهاردة عاوزة أنظف كده معاكم الركنية تنظيف يعني عميق، علشان الشتاء داخل والواحد في الشتاء بيبقى كمشان كده، ما بيبقاش يعني عشان ترمي المسافة كمان يعني أو زمن شوية كده الواحد يرتاح يعني من التنظيف في الشتاء. فالحكاية يعني ايه، تضرب تقلب كده هوت مخدات مكان ما هم في السهرة كانوا حاطينها هنا، جايبينها من الأول وحاطينها، وكله ده عاوز يترتب هوت. وكفرت هيت بالليل اللي كان بيبقى عند التلفزيون مضغط بيها، فهنضف ده هوت كلته مع بعض كده. وده روتين تحفيزي لتحدي الكسل في التنظيف العميق. اول حاجة هشيل المواعين ديت مكان الفطار، ولبن محطوط هوت، وشلت الصينية والفضل يعني الحاجات ديت هاشيلها. فانا اول حاجة هامسك المشاية ديت والسجادة ان انا هنضفهم الاول بالمكنسة. والترابيزة بتاعت الركنية شايفة كلها جاية على بعضها، دي سماعة التليفون وأدوية هيت ونضارة والريموتات، فهاخد دوت كلته أرتبه. والترابيزة ديت اهيت بالفرشة الذكية ديت هتنس هوت. وهاجي برضو كده هوت بالفرشة ديت انضف كده الركنية كده الاول على الناشف كده، تنظيف كده على الناشف اهو، والحيطان وكله اهو. والفرشة اللي عليها ديت انا هاخدها اطلعها في الشمس، هي الدنيا مغيمة عندنا بس يعني الشمس طالعة برضو اهو. شلت الفرشة كلها اللي على الركنية هيت، انا طلحتها في الشمس اهيت الفرشة. وحاجي برضو بالفرشة الذكية ديت هعمل الستاير، في بتبقى عليها بعض اتربة كده، والسلك كمان اهو يعني بعد برضو العفرة كده، العفرة ديت كده في اي حتة على طول ايدي فيه السلك، بس برضه هوت يعني مطلع برضه حاجات عفرة هيت لان احنا على الشارع. كل حاجة ايدي بطلها كده برضو ايه، بشيل العفرة ديت كده لان العفرة دي بتبقى طاقات سلبية الواحد بالرغم ان ايده فيها على طول، بس برضو في عفرة برضو. وده منظف زجاج يعني كنت حطاه في ازازة تانية فبحطه هنا، وهامسح الترابيزة. انا بمسح الخشب برضو بمنظف الزجاج ده بدي نتيجة كويسة اهو. بدي لمعة حلوة للخشب وريحة. وبرضو هامسح اللي هي الألمازات اللي هي في الركنية ديت برضو بملمع الزجاج برضو، والأقمشة دي بتاعت الركنية الألمازات ديت اللي ملمع الزجاج لأن هي أصلا زجاج بيديها لمعة كويسة. غيرت فوطة مطبخ تانية اهي
وبأعمل برضو الستاير بملمع الزجاج، يعني لا خلطات ولا حاجة، لأنه هو أصلا بينظف وبيلمع. والحاجات الشراشيب اللي فيها ديت الدلايات ديت برضو بعملها كده بملمع الزجاج، بيديلها لمعة حلوة اهو. والحيطان برضو اهي، الحيطان نظيفة بس برضو يعني زيادة تأكيد برضو في النظافة، نظافة حلوة برضو. اما السجادة انا هنضفه بأدي دول شوية مية وحبة صابون سائل صغيرين وخل علشان يدي طهارة ونظافة ويزهق اللون. ديت الفرشة ديت انا مخصصاها اصلا للبلاط، يعني شوف نضيفة ازاي اهي، بعد ما بعمل بيها البلاط بشطفها واحطها في الشمس اعقم، فبحط كده ده تنظيف يعني السجادة على الناشف. انا بغسلها بعد الشتاء وبغسلها كل مدى يعني حبة كده بس، يعني ايه برضو بديلها نظافة. شوفي على طول اللون بتاعها راح زي ازاي. بحط كده في بحطها كده في البولة اهيت وانطرها كده من المية يعني علشان برضو السجادة ما تتبلش، واخد حاجة بسيطة. شوفوا الحتة اللي هي اتعملت عن الحتة اللي لسه ما اتعملتش اللون بتاعها زاه ازاي، الخل بيزاهي اللون على طول. شوفوا اللون زاهي ازاي، اه شوف ما شاء الله. شوف ديت عن ديت حاجة يعني مش هتكلفني حاجة. شوف السجادة راح تنضيفها ازاي، الابيض ده ضوء شمس من الشباك طالع اهو، يعني ما تخافيش ان هي تتبل، لا بشوية شمس كده اهوت، ومشغلة المروحة هي برضو وبتنشف على طول. شوف الفرشة فيها شعر ازاي، مش عارفة السجادة بتتشرب يا فيها شعر، مش عارفة يا سبحان الله الشعر ده بيجي منين، يعني الواحد يبص للسجادة يشوفها نظيفة وبعد ما يعمل ينظفها شعر يطلع منها. وطبعا واللون بتاعها ما شاء الله، شايفين الكاميرا هيت عليها، شوف اللون نظيفة ازاي، واللي خل ادالها لمعة وزهى اللون بتاعها. جيت اول حاجة هو اتفرشت الترابيزة بتاعت الركنية، غيرت لها المفرش بتاعها. انا بحب الترابيزة فاضية كده، يا دوبك حطيت الريموتين دول والمناديل، يعني الواحد مثلا حد عاوز يشرب كوباية شاي صينية يعني ياكل حاجة بسيطة كده، فبحبها تبقى فاضية كده. بس هو مين بالليل هتبقى برضه زي ما ايه ما الواحد شافها الصبح. يلا ربنا يفديهم ويبارك في عمرهم. واهيت الستاير بعد ما نضفت اهيت راح ازاي هي كمان، لان عملتها مية بخل. والحيطان برضو نظفتها، والورد وادي الركنية هي اتفرشتها، والفرشة عليها شمس جبتها هي اتفرشتها هي ما شاء الله. وادي السجادة هي، والمنظر العام كله الواحد حاسس كده ان طاقات ايجابية كده دخلت على المكان. واخيرا دمتم في امان الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.